بصراحة. طب اجي الكابتن كريم، الكلام ده صح؟ مرال عملت احلى ماتشين دول؟ لا بصراحة مرال طول السنة يا مستوى سلام. لا 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 والله كلمة الحق، يعني هي مستوى ثابت طول السنة. حقيقي. حتى دايما انا وكابتن طارق وكابتن علي نتكلم في الجوائز الفردية، بيبقى المفروض احق ان هي تاخد جايزة، بس هي ما بتلعبش الحاجات دي، بتلعب للفرقة بصراحة. صح. بتموت نفسها لاخر دقيقة، بتنزل في اي وقت كابتن طارق بينزلها، هي بتلعب دقيقة زي 40 دقيقة بالنسبة لها. فبصراحة هي عاملة موسم بصراحة كويس جدا، يعني دي كلمة الحق بصراحة. والله ده أحسن من أي جايزة فردية. والله أحسن من أي جايزة فردية. هي بس ليها طلعة كده. لا وعجبني كابتن كريم برضه رد. ليها طلعة كده وهي خارجة بتبقى متحمسة وكلنا بنتكلم على إيدي. بعيد إيديك. بتضربني على إيدي. إيه ده أنت كده يا مرال؟ أنت منهم؟ لا والله بس هي بس راجل عاملة زيك. عاملة زيك أصل أنا كده. بلاش في الكوميدي. أيوه بلاش في الكوميدي. استر عليا يا جدع. يعني ايه يعني ايه؟ هي جد بنتي واحده كده في الليل. بنتي واحده جد. انا كنت كده يا جدع، انا كنت كده، كان وانا خارج محدش يشوف قدامي. فكان هتلاقي كابتن عليا بتمد ايديها وبتسحبها تاني عشان ايه؟ انا مثلا بجد بخاف ان هم يتضايقوا مني، بس اللي هو مثلا لا انت خلاص تمام؟ ايدك كويسه يا كابتن عليا؟ لا لا تمام. ايدك بتوجعك قوي بس خليه بسرعه. لا انا في ماتش بنلعبه تقريبا قبل نهائي السوبر، واحنا بنعمل ستريتش تمرين او ماتش. قلت لها انا لو مسؤول في الاتحاد لازم تاخدي جايزه. صح بصراحه. برافو. سيمي فاينل كده. سيمي فاينل دوري. هي مستواها ثابت، هي مستواها ثابت، ما بتبصش لنفسها اكتر ما بتبص للفرقه. اصل انا لو ببص لنفسي، اصل هو تراي هيجي لي مش هيجي لي بالعافيه، يعني مش عارف اخده عافيه، هو هيجي لو هي مفكره بالشكل ده. وانت لو هي وانوي هي بتلعب للفرقه، ريباوند بتجيب، فاست بريك، فاولات، سيستم، هي عندها حاجات كتير واصله. يعني عارف اللعيبه بتقول ايه؟ وان ان وان، تيم ديفنس، ريباوند، ترانزيشن. هي عندها حاجات كتير. اللي يحبوا المدرب قوي. بصراحه قوي. كابتن كريم كلمنا على التنسيق بينك وبين كابتن طارق خالد بامانه، مش عشان الهوا، قول ما تقلقش كابتن طارق. يعني لما بتروح تكلمه حاجه هو مش واخد باله منها، بتقول له وجهه نظري مثلا كابتن طارق كذا، بيستجيب ليك، بيسمع لو لا رايك صح؟ بصراحه يعني على طول دايما لما اروح اتكلم معاه لو في حاجه يقول لي، بيتناقش معايا فيها، حتى لو لحظة على الخط يقول لا احنا لو في لو نزلنا ده هيحصل كذا، بس دايما بصراحه هو بيسمعني. انا وعليا بنقعد نتناقش بره، فاروح اوصل له المعلومه، هو طبعا صاحب القرار فبيسمع. ساعات بقى يقول لي يا كريم احنا لو نزلنا فلانه هيبقى في دروب في كذا، لان لازم نعمل كذا. بصراحه الحته دي التحضير قبل الماتشات، ليله الماتش، قبل الماتش بتقعدوا مع بعض كجهاز فني تتكلموا وتاخدوا راي بعض؟ طبعا. هو كابتن طارق بصراحه زي ما كابتن اكرم الشرباجي قال، دايما قاعد كل ما اخش الاوضه عليه قاعد بيتفرج على الماتش، بص لو حصل كذا كريم هنعمل كذا، لو عملوا ديفنس كذا في الديفنسات بنلعب 2 3 بتتقلب 3 2 لوحدها. يعني دايما بنقعد نتفرج على الجيمات، بنستفيد جدا منها وبنعرف نطبقها في الجيم اللي وراه. حتى انا كوتش يعني الحته دي بصراحه علماني، ان انا ببقى قاعد وراه ببقى لقيت اللي حصل قبل كده، ببقى مركز فيها. فدايما اقول له كوتش لو خلي الحته دي كذا، يقول لي ممكن، يقول لي لا لو بلاش دلوقتي هنعملها. يعني بصراحه كوتش في الحته دي بيستجيب. طيب انتوا في الماتش الجزيره البطوله الماتش الثاني، فاجئتونا وفاجئتوا الكل، انتوا بداتوا الماتش ببريس فول كورت، اتكلمتوا فيه؟ انا مركز. لا كابتن عليا انا مركز كويس قوي. احنا مش قاعدين في الاستوديو بنهزر. ايوه. بصراحه انا رحت في وقت، رحت للكوتش، قلت له كوتش عايزين نلعب برسايه دلوقتي. قال لي يا كريم لا، في جيم بكره. فاحنا لو لعبنا برسايه دلوقتي هو ممكن يحضر ليها تتضرب ازاي. فراح من اول الجيم، من اول ما بدانا قال لي احنا هنلعب برسايه دي دلوقتي. انا فوجئت. هو البريس يعني. دايما يا كابتن طارق بنبتدي بيه متاخر. احنا اول مره نلعبه من الماتش اول ثانيه بريس. احنا اول مره نلعبه من اول السنه. كمان يعني ما بلعبش بريس بالشكل ده. ممكن العب مان تو مان ترابات، انما مش زون بريس. بالرغم انت الماتش اللي قبليها مقزمين معاك وطالعين باسكت او 3 بونت، واحد تاني يقول لك لا ارجع اقفل بتاع ده، انت رحت نازل ضاغط. ما هو في اللحظه دي قلت له كوتش نلعب برسايه دلوقتي، قال لي لا مش دلوقتي. ده الماتش اللي قبليها في الاولاني. الجيم الثاني فبقول له كوتش، قال لي انا هبدا البرسيه اللي انت كنت عايزها دلوقتي. فبصراحه لما ضغطنا احنا طلعنا 12 بونت. 15 بونت انت في اول الماتش، وريحتونا كلنا حتى واحنا بنتفرج على الماتش. يعني كانت فكره صائبه جدا منكم كجهاز فني. طيب انا هرجع في حاجه بره الماتش بقى. احداث السوبر كره السله رجال، لما حصل المدرج وقع. يعني الله يرحمه اسلام يا رب ويحسن اليه يا رب ان شاء الله ويصبر اهله. يعني احنا شفناك نزلت الملعب، كنت بتحضر وانت، لان السيدات كانت بتلعب المباراه قبليها. وشفناك بتجري وبتشيل جمهور الاتحاد وانت لابس طقم النادي الاهلي، وبتجري وبتشيل الجمهور وبتنقل اللعيبه الجمهور للاسعاف.
احكي لي ايه القصه. كنت قاعد فين؟ اكبر بقى قول لي ان انا اخويا كان في جمهور الاتحاد. ادي اول مره اعرف المعلومه دي. انا اخويا كان قاعد معاهم في المدرج اللي وقع. المدرج اللي زعق لي انا نطيت جريت قال لي انت رايح فين؟ انا اخويا كان في المدرجات. في اي مدرج؟ في جمهور قاعد مع جمهور الاتحاد. في المدرج اللي وقع ولا في الجنب؟ في الجنب بعيد. فانا يعني انا مش عارف. انا عمال اهزر معاه طول الجيم عمال اغيظه. فجيت في وقت ساعه لما حصل كده انا ما شفتهوش. فانت جريت بتجري بالدور بصراحه. ما شفتش بصراحه. لا حول ولا قوه الا بالله. فساعتها بقى اطمنت عليه. اطمنت بقى. فاللي وقع ده لازم نلحقه كلنا واحد. اتحاد اهلي جزيره مش فارقه. بني ادم بني ادم. كلهم اهالينا. فلازم نلحق. تشيل الناس بتجري بيهم وترجع تجيب التاني وتروح بيه. طبعا اي حد في مكاني كان هيعمل كده. لان الموقف كان صعب يعني. جدع والله جدع. فكلنا لازم نبقى في الموقف ده. اي حد اشتري اي حد. فهو ربنا يرحم اسلام ويجعل مسواه الجنه. والحمد لله رجعت على قد كده ساعتها. كان لازم اتطرق لده لان كل الصور صورتك اتنشرت والناس اتكلمت. وحتى ده انطباع ان الاهلاويه مش بس بيتكلموا. لا ده نزلوا وشالوا منتمين النادي الاهلي. كلنا اساسا جمهور الاهلي كله كان الناحيه الثانيه مع جمهور الاتحاد. واللعيبه فريق الاهلي ولاد كلها كانوا جوه وسط جمهور الاتحاد. يمكن الموقف ده جمع الجمهورين قوي يا كابتن علي. خلى الجمهورين اكتر يتقربوا جدا من الاتحاد. طب كابتن خلينا نتكلم عن الموسم اللي جاي من وجهه نظرك. يعني انت كده كراجل مدرب عام وشايفه موسم اسهل من السنه دي ولا اصعب؟ ليه؟ انا بقول السؤال ده. اولا انت النهارده 48 ماتش ما خسرتش. فكده انت ضربت سقف لنفسك. وكابتن طارق يعني بيهز يعني باي كلام. بقى عندك تارجت انت يعني زي ما تقول جبت 100%. فانت عايز السنه الجايه عشان تبقى موسم ناجح يا تجيب 100% يا تجيب 105%. شايف الموسم ده اصعب ولا ده ولا اللي هيجي هو الاصعب؟ اللي جاي هيبقى عايز شغل اكتر. بقى علينا حمل اكتر. الناس بقت ان انت تكسب 5 بطولات. فانت عايز تحافظ على الحاجه دي. فدي عايزه مجهود اكتر. فانت عشان تعمل كده ولينا عندنا بطوله عربيه وبطوله افريقيه. فالموضوع عايز من اول يوم من الاعداد هيبقى صعب. نعم. فالكوتش بصراحه في الحته دي اتكلم معانا برده انا وعاليه في الموضوع ده. ان هو من اول السنه عايز يبدا نبدا من اول زي انديفيدوال حاجه حاجه في الباسكت عشان نوصل. هيبقى عندكم وقت لده كابتن؟ ربنا قوينا يعني. ربنا قوينا بصراحه.